تستعد البنوك الأمريكية للإفصاح عن نتائجها للربع الرابع من العام الماضي في ظل استمرار معاناة هذا القطاع مع تداعيات كورونا حتى نهاية العام الماضي. ماذا نراقب في نتائج البنوك الأمريكية للربع الرابع من العام الماضي؟ بداية هذه النظرة السريعة حول أبرز البنوك التي ستعلن حتى 20 يناير. لدينا بنك أوف أمريكا، جولدمان ستاكس، وأيضا لدينا مورغان ستانلي. هذه البنوك التي ستعلن تباعا من الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا نراقب بداية بما يتعلق بالأرباح خلال الربع الرابع من العام الماضي؟ الأرباح متوقع لها أن تتراجع بشكل سنوي إذا ما قارناها مع الربع الرابع 2019. ولكن لا ننسى أيضا بأنه خلال الربع الرابع من العام الماضي تحديدا شهدنا ضغوط ربما على القطاع المصرفي لعدد من الأسباب، أبرزها تأخر إعانات البطالة الأمريكية، الأمر الذي انعكس على أداء هذه البنوك. الأمر الآخر الإغلاقات الاقتصادية التي استمرت معنا في أمريكا. من جزء آخر أو من ناحية أخرى نراقب ما يعرف بالتريدينج أكتيفيتي أو نشاط التداول. لا ننسى بأن خلال الربع الرابع كنا قد شهدنا رالي على الأسواق الأمريكية بفعل التفاؤل بلقاح كورونا وغير ذلك، وبالتالي ربما البنوك تكون قد استفادت من هذا الرالي بما يتعلق بالتريدينج أكتيفيتي. هذه نظرة سريعة على ربحية السهم على أساس فصلي والتوقعات للربع الرابع من العام 2020. أما بالنسبة لأداء أسهم هذا القطاع خلال العام 2020 شهدنا نوع من التباين. في الأرباع الثلاث الأولى من هذا العام كنا نشهد التوجه بشكل أكبر نحو أسهم النمو وأسهم التكنولوجيا على حساب أسهم البنوك، وهي التي تعتبر أسهم دورية وأسهم فاليو. حتى الربع الرابع من العام الماضي حيث بدأنا نشهد التحول نحو الأسهم الدورية مع التعافي الاقتصادي المتوقع خلال العام 2021، وبالتالي شهدنا تفوق لهذه الأسهم أسهم البنوك وصعود لها، بينما شهدنا الضغوط بشكل أكبر توالت على قطاع التكنولوجيا الأمريكي. طبعا ما نراقبه بالنسبة للقطاع المصرفي خلال الفترة القادمة يتعلق بعدد من المعطيات. بداية، نعم الفائدة لا تزال صفرية في أمريكا، لا يمكن الجزم بأنها ستبقى كذلك وخصوصا مع تفاوت التوقعات لمستويات التضخم، ولكن الانحدار الذي بدأنا نشهده في منحنى العائد الأمريكي أو هذا الستيبنينج وارتفاع عوائد العشر سنوات يعطي مجال أكبر للقطاع المصرفي الأمريكي لتحقيق الأرباح، وبالتالي هذا ربما سيكون عامل إيجابي بالنسبة لربحية المصارف للعام 2021. ولكن نستمر في مراقبة موضوع البروفيجنز أو المخصصات سواء لنتائج الربع الرابع أو حتى لنتائج العام 2021، وخصوصا بأنه خلال الأرباع الأول والثاني للعام 2020 شهدنا ارتفاع كبير في المخصصات قبل أن تتراجع بالربع الثالث. وإذا السؤال الآن إلى أي مدى سنشهد المزيد من المخصصات في الربع الرابع وكيف ستتحرك خلال العام 2021. من جهة ثالثة، العام 2020 وعلى الرغم من أنه كان عام سيء على الاقتصاد الأمريكي وعلى الاقتصاد العالمي، إلا أنه شهدنا سنة تاريخية بالنسبة للاكتتابات العامة والاندماجات والاستحواذات، وهذا ما أعطى بعض البنوك بأقسامها الاستثمارية مجال لتحقيق إيرادات وأرباح من هذه الاستحواذات والاندماجات وغيرها. ماذا ينتظر إذن القطاع خلال العام 2021؟ لقاح كورونا، حزم التحفيز والتعافي الاقتصادي، الانحدار في منحنى العائد الأمريكي والحزم التحفيزية تحديدا ستعطي دعم بالنسبة لهذا القطاع بما أنها ستؤثر على الاقتصاد ككل. توصيات الفيدرالي على نتائج اختبار الستريس تيست في ديسمبر 2020 تحدثت عن أن خسائر البنوك قد تزيد عن 600 مليار دولار للعام 2020، وأعطى الضوء الأخضر لإعادة شراء الأسهم خلال العام 2021 تحديدا. وطبعا هنا يريد الفيدرالي الحفاظ على مستويات السيولة التي تملكها البنوك عوضا عن التوجه نحو قيام شراء الأسهم وبالتالي استنزاف هذه السيولة. لا ننسى فقط عامل مهم جدا بما يتعلق بهذا القطاع، بأن معظم القطاع ومعظم أسهم هذا القطاع تتداول على ديسكاونت، أي أنها تقييماتها أقل بكثير من تقييمات أسهم التكنولوجيا، وبالتالي قد تمثل فرصة إيجابية بالنسبة للمستثمرين خلال هذا العام في ظل التعافي الاقتصادي المتوقع خلال 2021.